مرحبا بكم، كيف حالكم أيها الأعزاء؟ ماذا رسمنا في المرة السابقة؟ نعم، رسمنا غابة. اليوم سيظهر حيوان جديد وسأقوم بتقليده، وحاولوا تخمين ما هو. هل عرفتم ما هو؟ لا تعرفون؟ إذن ما رأيكم أن نستمع للحكاية مباشرة الآن؟ قال القرد: أهلا بكم جميعا، سعيد بلقائكم، هل جئتم أنتم أيضا للبحث عن الماء؟ وأجاب الأسد: كنت عطشان ومشيت حتى وصلت هنا، هيا تعالى اشربا أنتما أيضا. قال القرد: شكرا. ثم قال للزرافة: سيري للأمام قليلا. جيد، هكذا إذا انحنيت فسيمكنك شرب الماء. وبينما هم هكذا، كانت السلحفاة تأتي ماشية ببطء من تلك الناحية. نعم، هذه المرة سنرسم السلحفاة. أولاً نرسم صدفة السلحفاة. ثم من هذه الناحية نرسم الوجه والأرجل. نرسم الوجه. ونرسم النقوش بأشكال مربعة فوق صدفة السلحفاة هكذا. سنحاول رسمها باللون الأزرق والأحمر، ومن الجيد أن نحاول بلون آخر. ويمكنكم رسم النقوش التي تحبونها أنتم أيضاً يا أعزائي. ونلون وجه السلحفاة وأرجلها باللون الوردي. نعم، بما أننا
رسمنا السلحفاة هكذا، نرسم بجوارها شكل مياه تجري. هل نرسم المياه بجوار السلحفاة؟ ثم نرسم بعض الصخور بجوار المياه. نلون الصخور. وبألوان باستيل نلون الأرض. بخلط اللون البرتقالي لونوا بشكل فاتح. ثم ندلك المياه أيضا بألوان باستيل.
ندلك هكذا خفيفاً على شكل موجات، ونحاول هكذا أيضاً، وهكذا اكتمل كل شيء. ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ الزرافة، القرد، الأسد، وحتى الببغاء وجدوا المياه ولذلك نشعر بالسعادة، وأيضاً ظهرت السلحفاة. لتحاولوا رسم النقوش التي تحبونها ولونوها باللون الذي تحبونه. هل ستطلعون للمرة القادمة أيضاً؟ إلى اللقاء في المرة القادمة يا أعزائي. مع السلامة.